السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس الثالث من دروس فقه الأسرة. السقيث مثلا أنفذو أنشم ذي الموضوع أكثر أد نهضر العنوان مزور بسقي إن شاء الله في حدود الوقت يغدي قيما أد مسلاي في موضوع الزواج. الزواج الزواج قيث مثلا المقدمة كتمشطوح باش ذيلي مشروع لجيتيم ذي الشرع النغ إلى قد يفنو في تركيزين أفلي بلي إلى قد يسعو ومقارن الأركان باش ذيلي لجيتيم باش ذيلي مشروع ثقلق على كل حد أن نهضر فلاس بعد الدروس دي هدو إن شاء الله. ولكن إيث مثلا اللانت الأركان أركان الإنعقاد اللانت ومقارن شروط الصحة لأنه مقارن شروط النفاذ لأنه مقارن شروط اللزوم. ولكن نكون ذي العوايد النغ ثلاي حاجة قرنس الفاتح الفاتح ذي اللغة الشرع قرنس عقد القران نغ عقد الزواج صافي والمس هضر الفقه السنيض الفلاني يخدم لعقد الزواج لاك دو مارياج عقد الزواج ميس اللغة يكي كان نغ شعبي السنيض الفلاني يغرى الفاتحة الور لو كونتوني مضمون الفاتحة يقيني عرفا ذي الكوتي من نغ المعنيس الزواج بدليل تجد مقدمة مثلا أنه نسميه زيار ومقارن الخطبة الخضوف قا أكل الفاتحة مثلا التفضيون يخضف يوث يروح الفافاس يتقدم يبريزونتي خضفيت قفلان لاباس يسمى ذاك فيونسين وقيم مقارن الخضوف قا استعرف قرص الخطبة بكسر الخاء ماشي الخطبة ماشي بضم الخاء الخطبة الخضوف قا قيث مثلا والسعارة يعني ماشي ذي العقد ماشي ذي العقد الخضوف كاع لا بروف كل يوم ديك السنة يسعى الحق ديال المارشاريير يزمر وقشيشنا ذي في الطل تزمر قشيشنا في الطل خدم الخضوف كاع من بعد حبسنت سال الحق ما إلا يوني ساعة السبا باش هذي المارشاريير يعني ذي في الطل وتكمل راه وريسا حتى ذا غفل ثاقي ذا غدا ودروس إن شاء الله. ولكن ما إلا روحنا لا دوزيام بروسيدور الإجراء الثاني ومقارن الفاتحة فمزو هاد نفكي يعني امش خدم الفاتحة اديس ورقاز وفاس مثلا ثفاميلتيس ادون الشيخ الجماعة ادون الشهود سينينيان دو تيموا نغ اكثر من بعد زاث الشيخ هذا هضرا كذا وكذا من بعد الشيخ اصلا يهضر شويه في الشرع في كذا كذا وبعدين الخدم الفاتحة الفاتحة يجي بعد ما يتاكد باللي لا الولي المرأة يعني فافاس نتمطوط نغ ونسيت سيلي نسيت فاميلت ركاز نغ ونسيت سيلي ونسيت الوكلاء ناس الموكلين ناس الوكلاء ناس نعم من بعد صداق وبقارن ثعمام ثنغ ثوتشيث مكون مشي سما الخدم مقارن الصيغة الإيجاب والقبول أظل في النسبة ربي ذنفي مي خدمنا كل شيء يجي الشيخ هذا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أخي تسقي الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بعد إيث مثلا تود نفكيو نسقسي الشغر نكون إذا جيت لتزاير سمانة الفاتحة إي بورتون الفاتحة وتسيح حتى العلاقة بالزواج ما عندها حتى علاقة بأمر الزواج. فاتحة الكتاب هي الصورة الأولى في المصحف الشريف ترتيبا توقيفيا ما تفتح النسخة المصحف أتفض صورة مزوروث اسمي صورة الفاتحة. ولكن أغر ماشي صورة البقرة أغر من الميمس فهم من سيادة غن صورة البقرة نغض غن صورة المائدة نغ صورة العمران أو روح نديريك صورة الفاتحة أولا ولاش النص ولاش الحديث يدينا نغرط الفاتحة باش يعني نسفه مليح ولاش الحديث يدينا نغرط الفاتحة فاتحة الكتاب. ولكن نظر في مجتمعنا ذي في مورث النغ سيزيش وزيش ولفن من الميمس فهم قويني على نزواج أذغر الفاتحة الفاركة أظهر صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إيمي توجور خدمنا كن خدمنا كن خدمنا كن وغالا ما كن الفاتحة قي ثلصق عملية إلصاق ثلصق سلمناسبة فأصبح يعبر عن المناسبة بالفاتحة يعني غالني مذانا لسقن الفاتحة يقي سلمناسبة ومقارن عقد الزواج أدياسيون أشينا الفلاني أروح حيث غرض الفاتحة فهمض المعني صار حيث عقض أي خضمض لعقد الزواج نغشيني أقلك معروض أتشهد ذي الفاتحة أقلك تيموا معناه ذي نية ذي معناه شاهد وش فهم أظن تفهم مفهوم ستادر ثغال كلمة الفاتحة سعى المضمون ينس يعني المعنى ينس عقد الزواج لذلك أيث مثلا ثغال ديني الفاتحة نغس نسميها كنسي اسمها الفقه عقد القران عقد الزواج أولا ثغال ذي شماضي الموضوع كفى المقدمة أولا تعريف عقد الزواج أيث مثلا وتكشماري وكشماري التفاصيل الفقهية طاس أكون دفكر المفيد المفيد لا ديفينيسيون لاك دو مارياج ذا شو عقد الزواج
نقطتان. هو عقد يفيد حل العشرة الزوجية بين الرجل والمرأة ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات. فرد شرحاغ تعريفي ذا شو ذا عقد الزواج. الزواج أول هو عقد ذا العقد إقلال العقد ذا شو الفايدينس أذير العلاقة يرور قزاك تمطوث ذا الحلال سيتا دير قفل ذا الحرام ميم ميلنا كني مخضو فيث فترة الخطبة ذي لا بريود ني الخطبة ثمثل ذينا العلاقة يرسن ذا الحرام سي بوسا المزين سقساين دايما المشايخ اشينين اه طراني جوزي وني فيونسي كذي وث هذه فغي ذس هذه الحوي ذس الى اخره. ايث مثلا الجواب الشرعي الخطبه ليست عقدا، العلاقه بين الخاطب والمخطوبه دائما علاقه اجنبي باجنبيه. مازالت كل يوم ذوك مكانيس خذ منهم يقارن وعد بالزواج، الخطبه وعد بالزواج كما نشرح من بعد، ولكن العقد ديال الزواج الزواج الا يرجع زوج تمطوس بالمناسبه. اي ثمثن يزمر يونا شيني سي نورمال يرجع تمطوس، ولكن يثمثن ثور الساقي انفهم شو المعنى سي مدنا العلماء الى قذيلي يرجع تمطوس، خاطر قلا كير زمان هذه صار ربي ثمديث ان دايت سي العقد يرجع زوج ان دايت سي العقد يرجع يتمطوس تمطوس. ذا السوالي ما سي ديال الحضاره كي تغربيث الغربيه من سوالي لا عجب سي بور سا العلماء انك العقد باش هذه ليجيتيم ذي الشرع الى الزواج هذه العقد يرجع او تمطوس والعقد ذاكي اذير العلاقه نجرسا علاقة حلال يفيد حل العشرة الزوجية إلا قبل ذي الحرام يعني ما إلا ذي المعاشرة يسند الحرام، ولكن سقوص هذا الساون سقوص ما رخذ من العقد العلاقة يرسند الحلال. يفيد حل بكسر الحاء ماشي بفتحها ماشي حل حل العشرة الزوجية والعقد قايث مثلا ستان كونترا يسعى لزوبليغاسيون يسعى الالتزامات متبادلة. يفيد مالك كليهما من حقوق يعني العقد قايث لك دو مارياج أديفكين الحقوق لي دروا لي دروا برغاز تمطوط اكذ ذ لي دوفوار يعني الحقوق والواجبات خطر وشي قرا يعني ورغاز الحقوق الحقوق لا تمطوط سقى الحقوق الحقوق تمطوط سال الحقوق الحقوق ينسد الواجبات فرغاز الحقوق برغاز الواجبات في تمطوط سي ريسيبروك يعني ورغا الحق برغاز ذي الواجب تمطوط الحق تمطوط ذي الواجب برغاز وكي باختصار. اذن اولا تعرفوا اثن نسفهمت ذا شو المعنى يس لعقد الزواج وقيت مثلا اولا تعرفه اثنت سلاماس والسن نقطه ثانيه. ثانيا مشروعياته مشروعياته الى الف وباء ب الف الزواج سنه من سنن الله في خلقه قلت مزوار سنه من سنن الله في خلقه المعنى يس ربي سبحانه مد يخلق الدنيا كامل يخدم القوانين باش تذوم الدنيا باش تذوم ذيم كل شيء يبي يكون تهضر في السنه الزوجيه الزوجيه يعني الذكوره والانوثه ثقيث الله ياكو ذي الدنيا كامل ذي اليونيفير ذي العالم ذي الافاق كل عند خلق ربي سبحانه اتولى ذي الحيوانات الا ذكر في الانثى ذكر وانثى في عالم الحيوانات ذي النباتات كيف كيف ذكر وانثى ذي بنادم ذكر وانثى ارقص تمطوط ذكر وانثى باش تذوم دونيث لو كان ذي رقاز واحد السن وتذوم على الدونيث لو كان سلاو واحد السن وتذوم على الدونيث صافي لا قرقا تمطوط كذلك يضاس كل حاجه اكيد يخلق ربي سبحانه حتى في عالم الذره في عالم الذره نجد الموجب والسالب ذم كل شيء يخلق ربي باش تذوم دونيث سي بو ربي سبحانه ثقي ايه من ايات اعجازه ايه من ايات الله الايات مثلا في قوله تعالى سبحان الذي خلق الازواج كل كلها ولذ كان كلمة كلها ذي اللغة ذي علم الأصول وهي دلالة سعدة اللغوية المعنى هي كاين دي خلق ربي كلها سونز اكسبسيون كلش سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أي نسم غاي ثمور ومن أنفسهم سيون يعني سقمذانا سي البشر سي تخلقي ومما لا يعلمون زرنا غدينا ربي وما لا يعلمون باش سي قرار العالم موسنا ونغوكا ذي قرار سي نكون داين بغل ليميت نزرا كاين خلق ربي سبحانه لكذب ولاش وراكينين احط بكل شيء علما ولاش وراكين سنا كلش سيدي ربي يخلق الزوجيه كي قانون الزوجيه نغ سنه الزوجيه نغ ناموس الزوجيه سميتك عندك يعجب في قبل كامل يخلق ربي ذيم كل شيء اما ذي الحيوان اما ذي النبات اما ذي الانسان القمثان اما حتى السجنة سبحان الله اتفضل ديال السجنة يرفض السحابه الموجبه الموجب مع السالب لو بلوس كل موا مي قلت تلقي حد يغلي ويفور الله يبارك
ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، بعدين تتمعن التلقيح واش يصرى، فترى الودق ويخرج من خلاله. السنة الزوجية مبثوثة ما كثرت ولا نكن البشر معشر البشر ذيوسيس خلقه ربي سبحانه عز وجل. إذن الزواج ثقي ألف سنة من سنن الله في خلقه، ثقي ثبان باء. الزواج سنة من سنن الدين، معناها ربي سبحانه وذي الدينيس يفرض فلان زواج، سنة من سنن الدين، بدليل أن الله عز وجل أمر الأنبياء والرسل فتزوجوا. الأنبياء كذ الرسل لذو قال جوجان، وآخر محمد صلى الله عليه وسلم تزوج بأمهات المؤمنين ما كانت زرام ذي السيرة. وذلك الآيات كثيرة مثلا في مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخر الآيات، معناها نفهم من هذه الآية مشروعية الزواج. أنفهم سلا يقوم السلام باللي الزواج حاجة لنا شرعية لجيتيم ذي شرع ربي سبحانه عز وجل. وكذلك آية أخرى تقوم السلام في سورة النساء، الآية الثانية في السنة في سورة النور الآية 32 سيدي ربي ناد وانكحوا الأيام منكم. الأيام معنى الأيم فرده أيم معنى غير متزوج، أما ذرقز ما تمطوث. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يفقنا غدا النبي عليه الصلاة والسلام باللي زواج السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبد ذولا قالتك سنياس أشيني كان خاطيني أنك كرمثا يعقد العزم أشيني ما نتزواج ما نولد ما ولو خاطيني لي بروبلام ألور لقائك السنية قيسي المخلونة يثمث النبي عليه الصلاة والسلام إنا ونداك إنا غد كامل إنك السنة النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث آخر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الأحاديث. زواجكي سنة من سنن الدين، إذن ألف سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، باء سنة من سنن الدين بدليل أول أنبياء الرسل زوجا، في سناث ربي سبحانه يهضر دلايات أمر الزواج، في ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يهضر في الزواج أحاديث كثيرة. ثالثا نقطة ثالثا مقاصد الزواج، أي ربي سبحانه يجعل زواجك مشروع، أيضا سنة من سنن الله في خلقه وسنة من سنن الله في دينه، أيضا لانت مقاصد كثيرة أدخل عشر مقاصد، إما أدين مقاصد الزواج نغ حكم تشريع الزواج كيف إذا ما تفض حكم تشريع الزواج نغ أتفض مقاصد الزواج. لا شو ثنت الأهداف من الزواج ثم زواروث، الزواج وعماد الأسرة تقول ثم زواروث يول بشري خمسة وشولت إلى قص الزواج. الهدف والسنة مثلا أن الزواج هو الوسيلة السوية للاستجابة لنداء الفطرة. أليس مثلا ده شو المعنى بولك ربي سبحانه يغدي يخلق ذينا ذي قرقازن محبة النساء ذي ثلاوين محبة الرجال. سيدي ربي خلق ذينا كامل ذي قرقازن لحمالان تلاوين نثلاوين لحمالة قرقازن سينورمال شي طبيعي شي يقيل طبيعي فطرة البشر فطرة الله عز وجل في خلقه. لذلك الزواج أليس مثلا ذنتسا أري جوفا يرغبا يقيل ذي قمذانا ولكن سلح لا ذو قيد الفرق يرين سلمك ذو وياض وياض وسينر في ليسا وسينر الليميت ما عندهمش حدود، عنده رغبة تجاه النساء يعاشر النساء في الحرام والسلام، ما عنده لا حدود لا سدود لا عواصم ولا ضوابط ما عنده شيء. ولكن كل يثمثنين سلمن خاطي باش نكونوا في هذا الكون كامل منسجمين مع سنن الله عز وجل في كونه وفي خلقه لازم نتبعوا تشريعي نس تشريع سيدي ربي يناد زواجاقي ذنت سام أري ريبوندي نادي جاوبا في الرغبة اللي قلنا ذي قمذانا ولكن سلحلال وقي الهدف والسين والثلاثة حفظ النوع البشري من الانقراض، حفظ النوع الإنساني من الانقراض، يعني باش مذانا وكفونا رجي الدونيث مولاش تخلقي تتفوك لو كانت دي سيدين يرقازن اكتو لو نكيني ما ادخل من قرايف ولاش زواج ذاين ادخل السن بعد شرع سيارة ساون بعد 100 سنة غرز دلتنا 120 سنة بقى الاخر ودي تغيمير رجي الدونيث يوني سمي سامذان كفونا كم الدن سيبورسا باش الدونيث تكمل اتذوم الاستمرارية في النوع الانساني الى قضي الزواج. العلماء تكلموا على بعض الشروط المرفوضة شرعا يا اخي لا شرط يرقص مطوث اذا ما تفضيوان يجواج
إسا عشرة الدرية بعد مثل متمطوثي ستام زوارو ثاني عاود جواج أكو ديوث ساعة 30 سنة بعد سيني هذا الشرط غفلان ولا شد الدرية يا أخي تسيلي وانشتا وقي الشرط مرفوض شرعا ظلم يغار خطر العفذاقي يحمل كلمة لي سنتي ساعة عشرة الدرية ثمطوثني مسكين تاتي حرم سيد الدرية ولكن العفذ ماري لي قويست يحمل كلمة لي سنتي ساعة عشرة الدرية ثم متمطوثيس يجوج يا وجوج يبغى تمطوث النظام إن يات هذا خدمة الشرط في اللام ولاش الدرية أي غر سيبوس العلماء هضرد في وقت الحاجة قرن شواقي شرط يخالف مقتضيات العقد فهو شرط مرفوض شرط مرفوض زر ما يغار على خطر في ربا شيخ من تباعد ولا شغليف تباعد بالولادات ام كل مدة غدا يعني يسعون الدرية ثقي امر مباح ولكن ما يلدخذ من الشرط يرس اللدو بلي ما كانش الدرية خطر الا اذا كان هناك مبررات شرعية صحية ثقي مسألة اخرى لكل قاعدة استثناء ولكن مثلا اذن الهدف والسلاثة المقصد والسلاثة حفظ النوع الانساني من الانقراض مثلا تحقيق الاستقرار والراحة النفسية لدى الرجل والمرأة القرآن كي قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا علاه لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها معناه باش تلقى الراحة نتاعك الاستقرار نتاعك باش يقول أذيف بعد مرة حيس أذيف لهنيس سعديس لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مقلفتين القرآن الكريم يعني إعجاز القرآن الكريم إنك مودة ورحمة خطأ ممكن اللقاء الأول البداية تكون فيها المودة كل محبة بين الرجل والمرأة محبة ولكن دوني سالي سوربريز ممكن هذاك المرأة مثلا تولي تمرض كانت صحيحة ولا مريضة نغنسى كان صحيح ولا مريض ممكن هي كانت غنية ولا فقيرة ممكن هو كان غني ولا فقير ما تدريش وسي قرارها هو ثلاثين المرأة يطلقها وبعدين يعود أخرى يطلق نغن عكس ممكن ذا هي تخليها كما يقول في مفترق طرق جماعة الخير رب سبحانه في القرآن الكريم كي تكلم مودة قال كلمة مودة محبة ذين الهان ذين ريذو من ثواشول ذين من المحبة يريم ذانا ذين من الزواج ولكن ما ثغف المحبة إلى قتل الرحمة خاطر لو ما تكونش رحمة خلات ظلك من الظواهر الغريبة اللي يشوفوها الآن تلقى ممكن مرأة مثلا عندها 10 ذراري كي كبروا لو قاها الله لرجالة ترمي راجلها ترميه تفرط فيه تضيعه اللام ثلاوين أسمي ساد دريام قرث والرويس تسكي الله أما كن قارن ثكا بادر قزيز أم غارس نغار قزيز أتذكر أتج وهدرني ذاس وثتني ذاس وتقصرني ذاس انتث مع الرويس الله ما شاء الله أم غار مسكين ذيهين أذيك وحذاس أذي قيم وحذاس وراه الرحمة أندث للرحمة زمرك فينا مغار ذاين تخسرت في عاس يا لطيف يغال نورفل أكني فغوي الله إلى قد ترفض وراه الرحمة سيبو سيث مثلا ربي سبحانه كي قال مودة ورحمة إن في ذلك لآوات لقوم يتفكرون لذلك يث مثلا نأخذ من هذه الآية ذا شد نرفلسي الآية أكذ الآية ثايضة أن ذلك ربي سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن خنوي ذي اللفسان ني ثنتي ذي اللفسان خلوي يسموا يسروا سيبو سا واحد كيما يكونش عنده المرأة يقول مثلا واحد عنده باباه ماتت مرته وكذا يقول نزوجوا الباب انا باش نستروه نجيبوا له مرأة تستروا يسترها شو صرا خطر الانسان كيما يكونش لابس ما يكونش مستور الور كي يلبس راه مستور وكذلك المرأة هي ستر للرجل والرجل ستر للمرأة هن لباس لكم وانتم لباس لهن ويسروا امن اللفسه ربي سبحانه ذا كيف ذرد كلمة السكن يفزلت كلمة اللبسة أو نسان اللبسة ونسان السكنة ماشي لاباس أو نسان السكنة ونسان اللبسة ماشي لاباس ما السن دوني لاباس وربي سبحانه يفكي السن الأوصف هكيني السكن واللباس يفكي ثني ثم الطوث ما غير قاز لأنه خاطر كل واحد يستر الآخر كل واحد سكن الآخر الهدف الخامس حفظ المجتمع من المضى والمفاسد الزواج يثمثن ذنسا يحفظن المجتمع يحفظني مثلا سلم سيطس الفساد ذي قلان أما الفساد الأخلاق يزمر ذي والفساد قيث مثلا ما كان دينا درسني عدان غل الهلاكة ثقيم قرانا أمرض الخبيثة السيدان غل إيدز أمرض الخبيثة يقيني أمر الزواج ذنتاري غل قنثابور ثيك حفظ المجتمع من المفاسد والمظهر الأخرى ميم الانتحار غريث دراسة مؤخرا السويسيد إنه الزواج يحقق الاستقرار النفسي وفان وقال لي سيلي باتير خدم السويسيد كثر بغادي زوجين ممكن واحد يكون يقول لك نو انا على بالي نعرف الناس متزوجين راهم مقلقين في الستريس المشاكل وكذا الو قتل روحه ممكن هذا موجود ولكن النسبه الكبيره
نتاع العزاب. العزوبة هي من أسباب هذا، حسب الدراسة الاجتماعية، دراسة اجتماعية موثوقة سفغنا هذه النتيجة مثلا. لذلك نقولوا باللي الزواج يحقق هذا المقصد، وهو حفظ المجتمع من المضار والمفاسد. ستة، حماية الأنساب من الضياع. شو رمى إلا زواج مثلا النسبة ثبان، قال الفلاني يغل فلان تقى ساعة الدريا وقيسا بابا سايماس وقيسا ثقيت سابا سايماس، الأب الأم الجد الأموي الجدة الأموية الجد الأبوي الجدة الأبوية، إذاناً فانن الجدود فانن الوالدين فانن الخول فانن العموم، كل شيء فان، النسب كل شيء فان. مما لدروا دلهم الاتفاقيات يتكلم عن حقوق الإنسان، يتكلم حق الإنسان في النسب. الهدف هو السبعة إرساء قواعد القرابة والمواريث. نكون أيث ماثن مكل يولا سيني الفلاني تسيلي الفلاني تسيلي أمشي تسيلي ذميس عمي ذميس خالتي ذليس خالتي ذم أين كنت تقلق من قرابة، ولا ما يسمى بقياس درجة القرابة، درجة الأولى درجة الثانية درجة الثالثة درجة الرابعة. تجي مملك كود سيفيل ذي الموندونتي هضرن في الناس قوانين المدنية الزواج غادي يفقي القرابات وغادي يفقي المواريث لريتاج مريم مثل مثال أم شرعي سورث. وكذلك نقطة يقيت مثلا ذي شرع النغيو الماي فغاد يجوج ذيوث يمثل سيلياس يجوزيون مثلا أذي يجوج ذي اللي سنتمطوثي في سطرن أذي نظلع خطر ثقيس قرنس الأخت من الرضاعة في جوف ضيد. في ثمانية، تقوية العلاقات الاجتماعية بين الأسر. ثريث مثلا إخي قرنش لا عقذ ما كدني غذي البداية لا عقذ أقي لك دمارياج يروقات سمطوث، ولكن ومن طن يروقات سمطوث يرثى فاميلت تفاميلت تفاميلت انتمطوث تفاميلت ورقاز سدوغ السؤال المقرض يرثى الدرث تدرث، يعني السؤال أتصدي يرسن الخيوض يزوران يذمن. لذلك يثمثن ثقي هدف من أهداف الزواج وست ساعة يثمثن تنمية روح المسؤولية لدى الرجال والنساء، يعني باش يوغى الورقاز ريسبونسابل ثمتوها سؤال ريسبونسابل سلتو مدرسة الدريا ولا ما يسعر المسؤولية ذي وغالي يسعر المسؤولية. تسعة عشرة، الهدف تسعة عشرة نمو مشاعر الأبوة والأمومة. عايث مثلا لي سنتيمواكي ماشي غا وعرنا تجر كلبا الزغور أقجون حاشكم حاش أقدركم أسني سقساتين ياس موات الزغور مثل كبير طنبيلة نرزداف ولا مارك في دور قازن غثمتو ثرز فير مي أقجون رزداف، يعني سنتيموني نفافا سرميس ولا شيثن نغضى في تيمات والسعارة المشاعر ني الإحساس ني نتيمات سراويس ولاش ثورة ما إلا مرة في الزمان سي نورمال أتفضيون يرفا فراويس بلك ثنيوث بلك، ولكن ما تفضيون توجور أشيني والله ما عندي حتى رحمة قاع سراوي ورثني حمال ورثني فراح ورثني تدور يسعر مشاعر الأبوة والأمومة. سمحتي ميم في قضية التربية والتعليم إذا ما تفضيون يحكى ديون تقسيط بلك ما يحضر ذاكي تقسيط واقعية إنا يشوف باسيون دشيخ لكل سمحتي للشيوخ إيو ثميس ثيثة يا لطيف ماشي ثيثة مشطوح فافا ساقسمي بضع لوري الزمارتي سوض الحبس يبضر غورسي نسمي ذشي قوي ثنمي إناس وثاقته إناس شنيث جوجر الخاطي إناس خاصي لباتير إناس سمي من الميث فغضة وثوض وثكثارك شيني فكيثي الشيخي سان الراويس هذي وث بوان تفهم الميساجينو فكيثي الشيخي سان الراويس هذي وث خطر وين يجرب ثلاثة سي بوسا قرن الوالدين نغ وتسيسين مال قيمة تسا ما تسام الدرية يا خاتي قرن بالك يقول سيكنا غفا فاس ويماس اي ما عطينا كل عطينا شرب بالسيف عليك وكذا، ممكن منا اللي اساءوا الادب على مع والديهم ممكن، ولكن تبان القيمة تفاس ما كيوث يقول الظلام الشي اللي ما صوت درياش اتصوت تسا ولي سبحان الله بعد الشي اللي تسا قماش نغم بافاش ميشنا ذي وقت سسن تسا أكيس قارن سقبالي قلت كحت المصطلحات الله الله سسن تسا ذي نتجرب مشاعر الأبو والأمومة سيبو سيث مثل من أهداف الزواج نمو مشاعر الأبوة والأمومة سيقاذا قيد عشرة من أهداف الزواج. رابعا باختصار في دقيقتين أو ثلاث دقائق، رابعا حكمه التكليفي، حكمه التكليفي دو بوان، يعني حكم التكليفي للزواج ذا شو المعنى يس العلماء ذا قيث مدفع كالمقدمة إنك الزواج قد يكون واجبا قد يكون مكروها قد يكون مستحبا أو مندوبا حسب الحالة كباركا
في رام طبيب ما لدي في كاريخ مكونسلتاسيون وموضين أسير الشيني هذا دويك الشيني هذا دويك وهكذا. كذلك الفقه الإسلامي ثقف كان ديس العلماء تفاصيل في شكل ثلاثة قبل كمل الدرس ثايض إن شاء الله تفاصيل أكثر. ألف ألف إزمرة ديلي واجب أفيون جن عازب من ما يدير واجب فلاس هذه جواج ما إلا يسعى الشي يسعى لي موين يسعى لي موين يزمر لي جواج يسعى لي موين يرنا يقاذ في وقاع الحرام يقاذ في مريس وقاع الحرام غلب على ظني ولوقع في الحرام ذا شر استنيض استنيض مادام تزمرض يرنا يزمر الحالة تشمد دي الحرام والشرع إنه يخلق قصب على ظني الحرام الابتعاد عن الحرام واجب الزواج ذاكي ذنساني ذا الشبة باش تجرف ذا الحرام أذي يغال زواجني ذا الواجب ثلاثة القاعدة الشرعية نشرحتي في الدروس الثلاثة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثاكي باختصار أدوار التفاصيل درس وايض با قد يكون مكروها مكروها إزمر يونحيني كيني زمرة زوجة غير زوجة ولكن ثقال زوجة غير ثروي في الناس يعني زمرة خاصة قمايش ذي القوث زمرة خاصة كذا وكذا زمرة ظلمة زمر ولكن دعوا لسعر الإمكانيات المادية بزاف حاجة قليلة وقي إناس الزواج في حقك مكروه وثلاثة جيم قد يكون مندوبا يعني مدبقي يعني أي خير يزوج أي خير يزوج مستحب باش يزوج وقي وين يسعى لموان يسعى لموان ولكن لا يخاف على نفسه العنت ولم يبلغ درجة التوقان وليقعد هذه وقاذ الحرام لمس مصلي متدين ما شاء الله راه معتدل يكيليبري يسعى لكيليبراج يكيليبري مانيس يسعى لكيليبر ألور يولم ماكي أسيني الزواج في حقك مندوب أي ثمثل ذلك إن شاء الله فكرة الدرس بوسع وذكر من التفاصيل الدرس وإذ ما يرضى ربي إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.